استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلسه سموه بقصر البحر، وفدا من كبار الشخصيات المشاركين في الاجتماع الوزاري حول تغيير المناخ 2014 الذي عقد في أبو ظبي بالتعاون مع الأمم المتحدة. وضم الوفد معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وفيليبي كالديرون الرئيس المكسيكي الأسبق رئيس اللجنة الدولية للاقتصاد والمناخ وآل جورج نائب الرئيس الأمريكي الأسبق. ورحب سموه بالضيوف المشاركين في هذا الاجتماع الأممي المهم الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا سموه إلى أن الإمارات تضع في سلم أولوياتها المشاركة والمساهمة في الجهود الدولية المعنية بوضع حد للتدهور البيئي وتغير المناخ. وأعرب سموه عن أمله في أن يتكاتف الجميع من دول ومؤسسات من أجل التغلب على التحديات التي تواجه البيئة وتغير المناخ والمساهمة معا من خلال العمل المشترك لاتخاذ الإجراءات الملموسة والفاعلة التي يمكن من خلالها خفض آثار تغيرات المناخ وضمان أمن موارد الطاقة والمياه والغذاء. حضر مجلس سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.